بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي الطلاب، برحب بكم في الحلقة الرابعة من حل كتاب النفيس على وحدة الحركة. اتكلمنا في سلسلة سابقة، عرفنا مع بعض أسئلة المصطلح العلمي، أسئلة الاختياري، أسئلة تصحيح العبارات الخاطئة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي الطلاب، برحب بكم في فيديو جديد. النهاردة بإذن الله هنستكمل مع بعض سلسلة فيديوهاتنا الخاصة بحل كتاب النفيس 2021 لطلاب النظام الحديث اوبن بوك. تمام، تمنياتي لكم بالتوفيق مع الظروف والضغط النفسي اللي انتم معرضين ليه الفتره ديت والخوف من كلمات الوزير. ما تقلقوش، ان شاء الله الامور هتبقى تمام وانتم افضل من الجميع. ما تفتكروش ان اللي هيحط الامتحان ده كان جاي من المريخ، لا، هو بشر زينا وعمره تفكيره يعني ما هيزيد عن تفكيرنا. تمام، وعمره ما هيجيب حاجات تعجيزيه للدرجه اللي انتم خايفين منها. الدنيا سهلة إن شاء الله، وأمل فيكم كبير، وشايف إن أنتم ما شاء الله بتبحثوا في كل المصادر وما سبتوش أي مصادر سواء جامعية أو خارج جامعية إلا وجبتوا المعلومات منها وبتسألوا فيها، وده دليل ما شاء الله على ذكائكم وتفوقكم، وإن شاء الله المستقبل كله لكم. نيجي مع بعض نحل الأسئلة بتاعتنا. السؤال الخامس بيقول: اذكر سبب أو أسباب حدوث كل مما يلي: المحافظة على وضعية الجسم سواء في الجلوس أو الوقوف. في عندنا يا شباب حالة اسمها التوتر العضلي. التوتر العضلي ده مصطلح ماهوش موجود في قلب المنهج عندنا في مصر، لكن موجود في بعض المراجع الخارجيه. التوتر العضلي التعريف بتاعه انقباض العضلات الهيكليه ولو بشكل بسيط. عضلات الجسم الهيكليه اللي هي الاراديه المخططه بتنقبض بشكل بسيط. يعني مثلا وانت واقف على رجليك عندك عضلتين، في عضله بتخليك تثني الرجل وعضله تخليك تبسطها، تمام، تفردها او تثنيها. اقعد على الارض، تمام، وضع القرفصاء، اقف، دي العضله اللي بتتحكم عندنا في المنطقه دي. تمام، العضله دي بتنقبض عندي سواء دي او دي، الاثنين منقبضين بشكل بسيط، فبالتالي بيخلوا الرجل عندك في وضع مستقيم. طب لو جينا للراس، الراس عندك لو انت نايم مثلا راكب السياره مع الوالد، تمام، وممكن تجي تبص تلاقيك بدات عينك تغفل، هتلاقي راسك بتميل يمين او يسار. ليه؟ لان التحكم في العضله بتاع الرقبه اصبح مفقود، فبالتالي العضله بدات تريح منك. لكن انت لما بتكون صاحي بتقوم عادل راسك تاني. ليه؟ لان عند العضلات الهيكليه اللي موجوده بتنقبض بشكل بسيط. فالعضلات دي لما بتنقبض سواء من الجانب الايمن، الجانب الايسر، من الجانب الخلفي، كل ده بيحافظ عندي على وضع الراس ان هي تكون في وضع مستقيم. فبالتالي كل العضلات الهيكليه اللي احنا اتكلمنا عنها ديت هي اللي بتحافظ عندي على وضع الجسم، سواء انت جالس او واقف، ان انت تحافظ على وضع الجسم قائم. فبنيجي نقول له الاجابه بتاعتنا التوتر العضلي مش موجود عندنا في قلب المنهج، لكن بنيجي نقول له بفضل عضلات الرقبه والجذع والاطراف السفليه. الرقبه بتاعتك حافظت على وضع الراس في وضع قائم. الجذع بتاعك ان انت مثلا لو نايم ممكن تميل لليمين او تميل لليسار، لكن عضلات الجذع بتخليك في وضع مستقيم من ناحيه الجذع. الاطراف السفليه اللي هي رجليك، عضلاتك اللي موجوده فيها برضو بتحافظ عندي على وضعيه الجسم. يبقى انا عندي بسبب عضلات الرقبه والجذع والاطراف السفليه المصطلح الخارجي لها بنسميه توتر عضلي. تمام، للعضلات الهيكليه. رقم 2، تحرك الدم في الاوعيه الدمويه والمحافظه على ضغط الدم، ايه السبب؟ تمام، احنا عرفنا مع بعض ان الاوعيه الدمويه اللي هي الاورده والشرايين فيهم طبقه من العضلات. وفي ثانيه ثانوي كنا عرفنا مع بعض ان بالنسبه للعضلات اللي موجوده في الشرايين السمك بتاعها اكبر من العضلات الموجوده في الاورده. طيب ايه فايدتها؟ قال دي بتنقبض بشكل مستمر، ودي ممكن تحسها فين؟ عندك عند نهايه كفه ايدك من فوق كده بتلاقي في عظمه بارزه. حط ايدك تحت العظمه مباشره هتحس بنبض الايد. او احيانا الطبيب ممكن بتلاقيه بيمسك ايد واحد عايز يشوف النبض بتاعه، يقوم ماسك ايده بيبصص بعينيه في الساعه على اساس يشوف النبض. طب هو ماسك من ايديه حس بالنبض ازاي؟ بيحط صباعه على الشريان اللي موجود في قلب الايد، تمام، عند مفصل القعبره كده، ماشي، مع الزند الاثنين، نعم، معلش اسف، عند مفصل القعبره من فوق كده، تمام، ما بين القعبره والزند بس من فوق شويه، بتلاقي عندك الشريان بيمر في المنطقه دي، فبناء عليه بيبدا يحس بالنبضات اللي موجوده. ليه؟ لان الشريان عندي نابض. طب نابض ليه؟ لانه بيحتوي على نوع من العضلات اسمها العضلات الملساء. العضلات الملساء، العضلات الملساء موجوده في المعده، في الامعاء، في المريء، القناه الهضميه، المثانه، كل ده عضلات ملساء. فالعضلات دي لها القدره على الانقباض، تمام، وماليش تحكم فيه. فليه الدم بيتحرك في الاوعيه الدمويه مش في القلب؟ لو في القلب انا عارف ان القلب عضلات قلبيه، هيكل عضلات قلبيه مخططه، تمام؟ لكن عندنا بالنسبه للاوعيه الدمويه عرفنا ان هي عضلات ملساء، توجد في جدران الاوعيه الدمويه تتميز بقدرتها على الانقباض. في تحكم فيها؟ ايوه في تحكم فيها، بس ماليش فيه اراده. يعني بيتم التحكم فيها من مناطق في الدماغ هي اللي بتبعت الاشارات للعضلات دي، بتبدا تنقبض بس بشكل لا ارادي، ماليش تحكم فيه. طيب نيجي مع بعض الرقم 3، مكتوب غلط 2 معلش. تلاشي فرق الجهد وانعكاسه بعد اثاره العضله بمؤثر كافي، ليه فرق الجهد بيتلاشى؟
تمام، لان النفاذيه عندي بتتغير. يعني فرق الجهد، فرق الجهد اللي بنتكلم عنه ان السطح الخارجي كان شحنته موجب من الخارج ومن الداخل شحنته سالب. ايه في السبب ان فرق الجهد ده اتغير والشحنه اتعكست، اللي تحت بقى موجب واللي في الخارج سالب؟ فبيجي اقول له نتيجه تغير نفاذيه الغشاء وسماحه بدخول ايونات الصوديوم بكميات كبيره. يعني الصوديوم بدا يتحرك من الخارج ويدخل عندي للداخل بكميه كبيره، فبالتالي ادى الى تغير الشحنه او انعكاسها. طيب نيجي مع بعض رقم 4، عوده فرق الجهد الى وضعه الطبيعي. عرفتكم ان احنا في الاعصاب السنه اللي فاتت عرفنا ان فرق الجهد بيرجع بسبب ايونات البوتاسيوم، تمام. لكن السنه دي احنا كل اللي موجود عندنا في الكتاب ان في انزيم اسمه انزيم كولين استريز، مهمته يحطم الاسيتيل كولين. بمجرد تحطيم الاسيتيل كولين ده اللي كان فاتح البوابات لدخول الصوديوم، انا حطمته، يبقى كده هل يقدر الصوديوم يدخل؟ لا، هيقفل البوابات وبالتالي يمنع دخول ايونات الصوديوم مره اخرى. طيب في طالب شاطر يقول يا استاذ طب دلوقتي الصوديوم اللي دخل مش لسه مغير الشحنه؟ اقول له مغير الشحنه. طب ازاي الشحنه هترجع للطبيعي؟ اهو ده ما ذكرهاش عندنا في الجزئيه ديت، اهو ده دور ايونات البوتاسيوم، تمام، لكنها غير موجوده في المنهج. اللي مطلوب عني بس ان هو انزيم كولين ستريز يحط من الاسيتيل كولين مما يعمل على عوده الغشاء الليفي الى وضعه الطبيعي. طيب نيجي مع بعض الرقم 5، ازاله الاستقطاب والانعكاس في الليف العضلي، تمام. فبيجي يقول لي ازاله الاستقطاب هو تلاشي فرق الجهد، نفس الاجابه، ماشي. وانعكاسه في الليف العضلي وانعكاسه بعد اثاره العضله، تمام. فاذا رقم 3 ده هو رقم 5، الاثنين نفس الاجابه. خروج النقل العصبي من الناهيات العصبيه الحركيه، تمام. عرفنا مع بعض ان النقل العصبي وشفناه قبل كده في فيديو نجيبه على السريع للطلبه الجداد معانا، لان عارف ان القدام زهقهم، بس معلش اعذروني، في ناس بتبقى لسه جديده اول مره يشوف الفيديو او داخل يشوف حاجه معينه. عرفنا مع بعض ان ده الرسمه اللي قدامنا او الفيديو اللي قدامنا بيعبر عن خليه عصبيه، هذا الخليه العصبيه وهذا الاسيتيل كولين اللي موجود فيها، بيبدا يخرج منها بعد وصول الاثاره العصبيه، وتتنقل الاسيتيل كولين يروح للغشاء المقابل ليه اللي هو سواء على او عصب او خليه عصبيه اخرى، ويفتح بوابات او قنوات تسمح بدخول ايونات الصوديوم. وصل كده يا شباب؟ يبقى عندنا اهو، لاحظ كل ده اسيتيل كولين بينطلق من الخليه الاولى للخليه الثانيه لحد ما تكفي لنقل الاثاره، مجرد ما الاثاره اتنقلت على طول نقفل، يجي بقى كولين ستريز يحطم كل اللي طلع وينتهي الموضوع. طيب جاي بيقول لي دلوقتي خروج النقل العصبي من الناهيات العصبيه الحركيه، تمام. خروج النقل العصبي اللي هو الاسيتيل كولين ماذا يحدث؟ هيرتبط عندي بالقنوات الموجوده على غشاء الليف العضلي، مما يعمل على فتح ايونات، فتح قنوات ايونات الصوديوم ودخولها، مما يتسبب في حدوث انتقال السيال الى الليف العضلي. طيب نيجي مع بعض عندنا ل7، انتقال السيال العصبي من الليف العصبيه الى الليف العضليه، نفس الفكره، ماشي. انتقال السيال العصبي هنيجي نقول عندنا هو بيسال هنا عن السبب، اذكر سبب. يبقى عندنا ليه سبب انتقال السيال؟ اسف، رقم 6 انا السؤال ضيعت، بس اذكر السبب ليه سبب خروج النقل العصبي. خروج النقل العصبي كان سببه ايونات الكالسيوم، سببه ايونات الكالسيوم. تاني نجيب لكم الحته دي، اعذروني معلش انا قرات السؤال خطا. ادى الاشاره العصبيه مجرد وصولها، ايه اللي بيحصل عندي؟ شايف كل الايونات اللي موجوده عندي ده ايونات الكالسيوم، مجرد ما الاشاره جت بدات تنطلق ايونات الكالسيوم وتدخل عندي عن طريق قنوات خاصه بيها. بعد دخول ايونات الكالسيوم الى داخل الزر التشابكي او الخليه العصبيه، نهايه الخليه العصبيه، تبدا الحويصلات المشتبكيه تندفع ناحيه الغشاء وتنفجر ويخرج ما بها من اسيتيل كولين. ده الجزئيه عندنا اللي هي اذكر سبب. فخروج النواقل العصبيه مين السبب في خروجها؟ اقول له ايونات الكالسيوم هي السبب في خروج النواقل العصبيه عن طريق انفجار الحويصلات التشابكيه. طيب نيجي لرقم 7، انتقال السيال العصبي من الليف العصبي الى الليف العضلي، ليه السيال انتقل؟ هنتكلم بقى عن دور الاسيتيل كولين، خروج الاسيتيل كولين من الحويصلات المشتبكيه الى غشاء الليف العضليه مما يعمل على دخول ايونات السم. نيجي رقم 8، جاي بيقول لي تناقص جزيئات الاي تي بي في العضله الهيكليه، ايه اللي يحصل لو الاي تي بي نقص في العضله الهيكليه؟ قلنا الكلام ده مع بعض كتير. لما الاي تي بي اللي في العضله الهيكليه هيحصل تنفس، يعني ده نتيجه تنفس هوائي ولا لا هوائي؟ تنفس لا هوائي، اللي يحصل العضله هيحصل اجهاد وقد يؤدي الى حدوث شد عضلي، تمام. طيب نيجي مع بعض عندنا بالنسبه لرقم 9، الاجهاد العضلي والشد العضلي دول سبق اتكلمنا عنهم قبل كده، تمام. ان الاجهاد العضلي بيكون عندنا العضله كميه الاي تي بي اللي موجود فيها بكميه قليله جدا، وتراكم عندي حمض اللاكتيك بقدر كبير نتيجه التنفس الهوائي، مما يؤدي الى حدوث اجهاد عضلي.
لكن الشد العضلي بيجي بقى نتيجه تراكم حمض اللاكتيك بقدر كبير، فيبدا يحدث عندي الشد العضلي، يبقى نقص الاي تي بي يعمل لي اجهاد، تراكم حمض اللاكتيك يعمل لي شد. نقص الاي تي بي يعمل لي اجهاد، اللي هو نفس الفكره هنا، تناقص جزيئات الاي تي بي يؤدي الى حدوث اجهاد العضله، تمام، وتراكم حمض اللاكتيك يؤدي لحدوث شد عضلي. ده بالنسبه عندنا للاسئله الخاصه بسؤال اذكر سبب او اسباب كل ما يلي. نيجي مع بعض للسؤال السادس، ضع تفسيرا علميا. يتحكم الجسم في وضعيه، يتحكم الانسان في وضعيه الجسم سواء في الجلوس او الوقوف. طبعا كل ده عارفين ان هو بفعل عضلات مين، نفس الفكره اللي قلت لكم في اول سؤال في ماذا يحدث، تمام، او سبب، اللي هي بفعل عضلات الرقبه والجذع والاطراف السفليه. استمرار حركه الدم وثبات ضغطه 120 على 80 داخل اوعيه دمويه، نفس السؤال برضو اللي فوق، اللي هو بسبب انقباض العضلات الملساء اللا اراديه. العضلات الملساء لا اراديه لانها لا تخضع لارادات الانسان. تسمى العضلات الاراديه والقلب بالمخططه. الاثنين فيهم تخطيط. ليه فيهم تخطيط؟ لان كليهما يحتوي على خيوط الاكتين والميوزين، خيوط الاكتين الرفيعه والميوزين السميكه، والتي تظهر تحت المجهر في وضع متبادل على صوره مخططه. طيب العضلات الملساء سميناها باللا اراديه لانها لا تخضع لاراده الانسان، بينما الاثنين دول يخضعان لاراده الانسان. يعني ممكن تبقى مقارنه بين الاثنين، ايوه تبقى مقارنه عادي، مفيش مشكله. ان الاراديه سواء القلب او الهيكليه، الاثنين اللي اسف الاراديه، تمام، زي مين؟ زي الهيكليه بس. اللا اراديه زي القلب والملساء. من حيث التخطيط عندنا هنلاقي الهيكليه والقلبيه مخططين، لكن الملساء عندي شكلها مختلف. واضح كده يا شباب؟ القلب عندنا بيجمع فيه خصائصه بين الاثنين. القلب عندنا مخطط زي الهيكليه ولا ارادي زي العضلات الملساء. نيجي مع بعض الرقم 5. بيقول لي تتميز العضلات المخططه باحتواء على مناطق مضيئه وشبه مضيئه وداكنه. يبقى احنا عندنا الترتيب بتاعها هنيجي نقوله ليه؟ لان الشكل بتاعها بيكون مرتبه طوليا وموازيه للمحور الطولي اللي في العضليه. تاني، مرتبه طوليا، هنلاقي عندنا اهو ادي الشكل بتاعها بتكون مرتبه بشكل طولي، كلها جايه ورا بعضها، الاقي الليفه الثانيه جنب منها، الليفه الثالثه جنب منها، الرابعه، كلهم بيترتبوا قبال بعض موازيين لبعض. لما بتيجي تاكل اللحمه كده بتلاقي اللحمه عباره عن خيوط. الخيوط اللي موجوده فيها، لو انت جبت تحت المجهر بقى وبصيت على الخيوط الصغيره اللي موجوده في قلب اللحمه ديت، ما هي الليفات صغيره تحت المجهر. وكل واحده منهم فيها الاكتين والميوزين. ده بالنسبه عندنا للجزئيه بتاعت الشكل بتاعها بيكون فيها مناطق مضيئه او شبه مضيئه وداكنه. نيجي مع بعض لستة. تتميز الليفات العضليه بانها متوازيه وموازيه للمحور الاصلي، تمام. يبقى نفس السؤال ده جاوبناه قبل كده في السؤال السابق، فبنيجي نقول له حتى تصبح خيوط الميوزين موازيه لخيوط الاكتين، وبالتالي يمكن تكوين روابط مستعرضه او جسور مستعرضه او خطاطيف تعمل على سحب خيوط الاكتين فوق خيوط الميوزين. طيب نيجي مع بعض الرقم 7. يعود فرق الجهد الى وضع الطبيعي في الليف العضلي بعد جزء من الثانيه، مين المسؤول عندي عن عودته؟ اجيب الانزيم على طول. لوجود انزيم كولينستريز الذي يعمل على تحطيم الاسيتيل كولين وعوده الليف العضلي الى حالته الاصليه، اللي هي حاله ايه؟ الاستقطاب او حاله الراحه. نيجي مع بعض الرقم 8. لا تستجيب العضله لاي مؤثر خارجي مهما كانت قوته وهي في حاله انعكاس استقطاب. تعالوا كده مع بعض نعيد الحته دي تاني، انا قلتها في فيديو سابق بس نجيبها مع بعض. بالنسبه عندنا يا شباب الخليه العضليه، الخليه العضليه عرفنا مع بعض او الليف العضلي ان بيكون الصوت الخارجي لها شحنته موجب لوجود ايونات الصوديوم، والداخلي بيكون سالب. ايه السبب؟ ما تشغلش بالك. احنا عندنا صوديوم في الخارج، تمام، فالشحنه بره موجب وفي الداخل عندنا سالب. عرفنا ان دي خليه عصبيه وده الاشاره وصلت لها هاتي، والمنطقه دي اللي هي منطقه التشابك ما بين الخليه العصبيه واللي في العضلي، تمام. بمجرد ما بتوصل الاثاره هنا ايه اللي بيحصل؟ تبدا ايونات الصوديوم تندفع عند الداخل من هنا، والجانب الاخر نفس الوضع، تمام. بدخول ايونات الصوديوم سواء من الجانب ده او الجانب ده شحنتهم ايه؟ شحنتهم موجب. فدخولهم جوه على الشحنه السالبه هيعادل الشحنه، وبعد لحظات تتعكس الشحنه فيبقى في الخارج سالب ومن الداخل موجب. الحاله اللي فاتت كان اسمها حاله الراحه، حاله الاستقطاب، لان كان بره موجب وفي الداخل سالب. لكن الحاله الحاليه زوال استقطاب. ليه زوال استقطاب؟ لان السطح الخارجي هو اللي اصبح سالب والداخلي اصبح موجب. واضح كده يا شباب؟ ده بالنسبه عندنا للحاله اللي احنا بنتكلم فيها. طيب بيقول ده لا تستجيب العضله لاي مؤثر مهما كانت قوته وهي في حاله انعكاس الاستقطاب. يعني الخليه اللي احنا شفناها ديت السطح الخارجي بقى ايه؟ بقى سالب وداخلي ايه؟ موجب. خلي جات لها رساله في الوقت ده، هل هتعمل حاجه اكتر من دخول الصوديوم اللي اصلا جوه؟ الصوديوم دخل وعكس الشحنه شغال، هل هتقدر تعمل حاجه ثانيه؟ لا، تمام. كان مثلا انت معاك كوبايه شاي دلوقتي وبتشربها، بتشرب كوبايه شاي، اقول لك اشرب شاي. طب ما انت الكوبايه على بقك وبتشرب شاي،
هتعمل ايه اكتر من اللي انت بتعمله؟ ما انت بتشرب حاليا، تمام؟ اشرب شيء ازاي؟ ما انا بشرب اصلا، تمام؟ اه نفس الوضع، العضله منقبضه، هل لو جالها اثاره في الوقت ده هتنقبض وهي اصلا منقبضه؟ لا، تمام؟ ايوه، فبيبقى عندنا لان العضله نفسها بيكون في حاله اثاره، ودخول اي نبته صوديوم بداخلها بالتالي لن يمكنها استقبال اي رساله جديده، لازم بقى تنتهي الرساله الاولانيه، تمام؟ ويتم تحطيمها، وفي الحاله دي تبدا العضليه تاخد الرساله الجديده. طب عايزين نكتبها يا استاذ، لانها تكون في حاله انقباض، لانها تكون في حاله انقباض، وبالتالي ايونات الصوديوم تكون بالداخل فلا يمكنها استقبال اي اشاره جديده الا بعد انتهاء المؤثر السابق. نيجي مع بعض الرقم 9، يتوفر انزيم الكولين ستيريز في نقاط الاتصال العصبي العضلي. انزيم كولين ستيريز قلناها قبل كده كتير، ايه مهمته؟ يحطم الاسرع الكولين. طب لما يحطم الاسرع الكولين تعود الخليه للوضع الطبيعي بتاعها اللي هو حاله عوده الاستقطاب. طيب نيجي مع بعض للرقم 10، تعتبر فروض الخيوط المنزلقه الاكس راي اصح الفروض التي فسرت اليه الحركه، لان احنا عرفنا عندنا عشان يقدروا يفسروا المنظر ده او يفسروا الاليه اللي بتحصل بيها خدوا منظرين لقطاعين في قطع عضليه احدهما منقبضه والاخرى منبسطه. تاني يعني صور القطع العضليه وهي منقبضه، احملوا قطاع فيها تحت المجر وبصوا عليه، وخدوا عضله تانيه من نفس النسيج وهي منبسطه، وقارنوا ما بين الاثنين، لقوا بقى المنطقه الموضوعه كانت واسعه وكان في منطقه شبه مضيئه، لا المنطقه الداكنه ما اتغيرتش، تمام؟ فمن خلال رؤيتهم للحاجات دي ولقوا الخيوط اللي بتربط ما بين الاكتين والميوزين كل المظاهر اللي شبه المجر دي بناء عليها استفسروا، قدروا يوصلوا للاستنتاج بتاعهم ان العضلات عندنا عباره عن خيوط اكتين تنزلق فوق خيوط الميوزين، وبالتالي قدروا يفسروا من خلال نظريه الخيوط المنزلقه وهي خيوط الاكتين التي تنزلق فوق الميوزين. قد تفسر نظرية اكس آلية الانقباض للعضلات الملساء، احنا عرفنا النظرية ما فسرتش، لكن بعض العلماء افترضوا ان هي فيها تراكيب من خيوط تشبه خيوط الاكتين الرفيعة، تمام؟ فبيقولوا ده الآلية بتاعتها قريبة من آلية الاكتين والميوزين، لكن هي ما عندهاش الاكتين بس الآلية ازاي او الشكل ازاي لحد الآن مش عارفين، تمام؟ هي كده كده فيها طاقة، بتستخدم طاقة العضلات سواء عضلات اوعيه دمويه، عضلات مثانه، ايا كان العضلات اللا اراديه اللي موجوده اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي الملساء كلها كده كده بتستخدم طاقه، ولكن فيها بروتينات موجوده عباره عن مجموعه من خيوط الاكتين في القبض. رقم 12، وجود الروابط المستعرضه داخل الليف العضلي. عرفنا الروابط المستعرضه ايه فائدتها؟ تعمل على سحب خيوط الاكتين فوق خيوط الميوزين، تمام؟ الروابط المستعرضه، تمام، تعمل على سحب خيوط الاكتين فوق خيوط الميوزين. طيب نيجي رقم 13، بيقول لي انقباض العضلات وانبساطها يلزمها طاقة. انقباض وانبساط، طيب واحد ممكن يقول لي مش فاهم الحتة دي، تعالى نجيبها في الفيديو هتبدأ تبان معانا. بالنسبة للعضلة بتاعتنا أثناء الانقباض والانبساط، أدى العضلة هنا من أول الجزء ده، أدى الجسور أو الرابطة المستعرضة بتاعتنا، بركز كده. الجسر مستحيل يرتبط إلا في وجود اي تي بي يضمن الطاقة بتاعته، يقبض الأول قبل ما يشتغل، قبض الاي تي بي، يبقى ليه القدرة بعد ما يكسروا الاي دي بي زائد بي، ليه القدرة على الارتباط بالرلاكتين وسحبه فوق الميوزين. طيب عايز ينفصل، مستحيل يسيب مكانه، اهو شوف قام بالحركة، مستحيل يسيب مكانه الا لما يضمن الاي تي بي اللي عليه الدور. تاني، مستحيل يترك المكان بتاعه الا في وجود الاي تي بي الجديد، وده الحالة اللي احنا بنسميها الشد العضلي، لان بعض الناس بيجيب شد عضلي بيكون سبب الشد العضلي عدم وجود الاي تي بي الجديد نقصه، فبالتالي العضلة عندنا الجسور أو الروابط بتبقى مرتبطة ومستحيل تسيب مكانها إلا لما يضمن الاي تي بي الجديد. وصلت؟ يبقى إحنا محتاجين الاي تي بي في الارتباط ومحتاجينه كمان في الانفصال. أي نعم في فرق عندنا ما بين الارتباط والانفصال في كمية الطاقة، إن هو لو هيرتبط الأول، لو هيرتبط الأول محتاج اي تي بي، وعشان ينفصل محتاج جزيء تاني. لكن لو هينفصل محتاج اي تي بي ويرتبط هو نفس الجزيء هيستخدمه في الارتباط، يبقى ينفصل بيه ويرتبط بيه. ماشي؟ يبقى تاني الحتة دي. ليرتبط وينفصل محتاج اتنين، لينفصل ويرتبط واحد بس كفايه. ده بالنسبه عندنا للجزئيه دي. خلاص احنا خلصنا ده، تمام، وهكذا خلصناها، تمام، خلاص عرفنا طاقه للطاقه اللازمه لارتباط الجسور العرضيه او الروابط المستعرضه. خلاص بالنسبه للسؤال ده نفس الفكره، جزئيه الاي تي بي تلعب دوره مزدوجه في الانقباض العضلي، عرفناها في الانقباض حتى ترتبط الجسور العرضيه او الروابط المستعرضه، ولانفصالها برضه محتاجه جزئيه الاي تي بي. نيجي مع بعض، لا يتغير طول المنطقة الداكنة أثناء الانقباض العضلي. طيب تعالوا نشوف بالنسبة للمنطقة الداكنة، ركز كده بقى في الحتة دي، نجيبها من أول من هنا كده. أدي عندنا أهو، أنت شايف دلوقتي الرابطة المستعرضة وبتسحب الأكتين فوق الميوزين، ركز.
انت لو ركزت عندي في الحته اللي فاتت دي هتلاقي عندنا ان الميوزين موجود في مكانه لم يتحرك. الميوزين من اول هنا لحد هنا، شوف هيتحرك من مكانه ولا لا. والاكتين، ايوه لاحظت، هتلاقي الميوزين عندي ما اتحركش من مكانه. امال ايه اللي اتحرك؟ ده خيوط الاكتين هي اللي انزلقت من المكان ده راحت في المنطقه شبه مضيئه، ونفس الوضع خيوط الاكتين من المنطقه دي راحت للمنطقه شبه مضيئه. يبقى كلا الاكتينين سواء في الجانب الايمن او الايسر كلاهما يتقابلان في المنطقه شبه مضيئه، لكن خيوط الميوزين ثابته في موقعها لا تتغير. كل اللي بتعمله ان هي بتسحب الاكتين عن طريق الخيوط المستعرضه او الخطاطيف اللي بتستخدمها، فبالتالي لا يتغير طولها. فبرجع اقول له لانها ثابته لا تتغير، تمام، لا يتغير طول المنطقه الداكنه اثناء الانقباض العضلي، لان طول المنطقه الداكنه يتحدد بطول خيوط الميوزين السميكه والتي لا تتحرك، اي لا يتغير طولها.